تحية إعلامية ورياضية. مقابلة ديال الفريق الوطني ديال الأسبوع الماضي مع شيلي. مقابلة كانت مزيانة حيت اللعابة كنضرب سيفتا رياضي. دابا اللعابة بينوا العطاء ديالهم. من المدرب غادي يحرك التشكيلة، واش هذه نقطة مهمة. ماتش ميكال كيقول لك راه اش عندك في رجلك. الماتش ديال اليوم اللي غنشوفوا المقابلة اش عندك في رجلك. تكون نتيجة أو ما تكونش نتيجة، غير المشكل كمشاهد في المقابلة نقدر نقول لكم إيه نقدر نقول لكم لا. مشكل الدفاع، دومي سانتر وستوبور مثلا من اليسار ما عطيتش تهضر عليه. مشكل المقابلة اليوم تكون نتيجة وماشي المشكلة. كنهضر على كرواتيا، تعرفوا كرواتيين في أوروبا مدرسة أوروبا معروفة، كيلعبوا اللعب مفتوح، كيلعبوا على الأتاك. حنا المغاربه غير المشكل ديال الكرواتيا، المغاربه بغيتوش يبقى يقلبوا يجي عندو لعب. اما المقابله ديال اليوم كلشي الشعب المغربي غيتفرج فيها. تكون النتيجه ايجابيه مزيانه او ما تكونش مزيانه، هو الاداء المقابله كيفاش غنشوفوا جو ديال المقابله. 11 لعاب كيفاش غتلعب طريقه اللعب، واش موظف اللعابه لا ديفونس وسط الملعب الهجوم لاطاك، كيفاش غنشوفوا الطريقه ديال اللعابه. انا السؤال اللي كنطرح لك هو اللاعب المغربي ما بغيتوش يبقى يجي عند لعاب وباغي يقلبوا يمول الكره ولا طق 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 صافي كما كنقولوا دقه 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 دخل بها بوطو وزكلا فوق بوطو ومشات محاديه قلب على كوفره وقلب على البينالتي قلب على الكورني. هذه النتيجه انا كنضرب وسط المقابله. اما الجمهور غادي الشعب المغربي اللي تما في الجاليه المغربيه غيمشي، ولكن حذاري احترموا الملعب ديال الضيوف. ان احنا عا ضيوف، هذوك اللي داروا ديك الفوضى حشومه عليهم الدوله، ولكن ما يتكررش هذا التكرار. هذا من فريق اوروغواي، فريق معروف لاميريك اللاتينيه، كيلعبوا لعب اتاك، يعني كيلعبوا الهجوم. ما بالعربيه ما كيوقفوش، ما عندهمش الوقت، كيلعبوا كل الماتش كله كيلعبوا على الهجوم. ولكن اللعابه ديالهم خصهم يكونوا مركزين في الدفاع، كنحضر الدفاع. مازال غادي نبقى نقول دابا اي فريق وطني كنقول لكم الدفاع 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 يكون رزين. من باراغواي راه فريق قوي، راه لعب في لاكوب دي مون، عنده تاريخ في كرة القدم. لاميريك اللاتينية كتحب مع البرازيل وبيرو والارجنتين، هادو معروفين، مدرسة معروفة في لاميريك اللاتينية، لاعبين الحمد لله. هادو واحد السؤال مهم، علاش لعبنا مع اوروغواي شيل؟ هذا السؤال ديجا طرحته على شينات باش نعرفوا الكرة المغربية والبلاد المغربي. هذه رساله مسؤولين ديال الجامعه، برافو عليكم وتبارك الله عليكم. التوقعات ديالك النتيجه ديالها؟ ما نقدرش نقول لك، كرياضي فانتصار فيها تعادل فيها خسر. هنا غير المشكل عطاء كيفاش غادي يكون اليوم. ان اوروبا كلها غتفرج مقابله حيتيه، وبعض شي دول ما كيعرفوش المغرب غادي يعرفوا. المقابله ديال المنتخب الباراغواي مع المنتخب الوطني المغربي مع المنتخب الباراغواي تكون هي مقابله صعبه، صعب من هذيك المقابله تشيلي. حنا عندنا ثقه في العناصر الوطنيه، عندنا ثقه في وليد الكراكي، نتمنوا يفوزوا في هذه المقابله حيت بغينا نمشيو كاس قطر ونديروا بحال هذا اللعب اللي دار في المقابله الوديه، ونمشيو على ابعد نقطه ان شاء الله في كاس افريقيا. والبلاصه الحمد لله كاينه في المنتخب، ولكن نظرت عليه درجة كبيرة. هذا اللاعب الحمد لله هو لاعب في المستوى، ولكن فوق ما كيجي المنتخب كينوض فتنة ما بين اللاعبين. ان شاء الله شي 3-0 ان شاء الله، وكنتمنى داك الجمهور ما يديرش بحال ديك الحالة اللي داروا ديك النهار. راه شوف الناس ديال الخارج، وكاينين الناس زوين وكاين الناس خايبين، غير هو ما كنتمنوا ما يعاودوش هذاك الشيء اللي داروا، باش ما يتسببوش لينا في شي مشاكل شي غرامات. انا كاع رجاوي، وبالي الوالد الكراكي تبارك الله عليه ما شاء الله، وعقليه شبابيه، وحتى الدراري حسيت بهم تغيروا في نهار واحد، فهمتيني؟ تبارك الله عليه، دري خلوق ودري كواري لعاب، دونك خاصو يعيط عليه والله. هذاك حشومه ما يكونش في المنتخب، والله الا حشومه خاصو يكون في المنتخب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.